فهذا كله دعوة للشرك وتزيين للشرك من هؤلاء دعاة الضلال. فتجده يقول الذبح لغير الله، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم شرك، ماذا قال؟ قال لعن الله من ذبح لغير الله. هذا أبو عرفة المدعو صلاح الدين ابن إبراهيم أبو عرفة، يضلل الناس، يقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله فقد أشرك. يا كذابون، يا مفترون، تفترون على الله، تزعمون الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاهلا أو نسي أو جهل. ما حد قال الرسول جاهل ولا ناسي، من قال الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل فقد كفر بالله العظيم. ما قال هذا الكلام، من قال هذا الكلام؟ هكذا بعضهم والله راسلني يقول أنتم تقولون الرسول جهل أو نسي. قلت عطني من نص اذكر لي اسم واحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم جهل. قال هذا يعني معنى كلامكم. لا، لا تقول لي معنى كلامكم، لا تأتي بلوازم تفهمها أنت وتتهم الأحياء والأموات. ما قال أحد جهل الرسول صلى الله عليه وسلم أو نسي أو علمنا ما لم يعلم. قال بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لعن الله من ذبح لغير الله، ما قال من ذبح لغير الله فقد أشرك. هكذا يخدع الناس أبو عرفة، يزعم بأنه متمسك بالسنة بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه من قال من ذبح لغير الله فقد أشرك قد تقول على الله وكذب على الله وعلى رسول الله، وأنه تجاوز، وأنه وكأن الرسول قد جهل وهم علموا، وكأن الرسول قد نسي وهم ذكروا، وقد ويدخلهم في هذه الضلالات والافتراءات حتى أصبح أحدهم لا يحترم الأحياء ولا الأموات، يستبيح الكلام عليهم. بعضهم يسمي الشيخ سام تمية الحراني، يقول الحرامي، قصدي الحراني. قلت يا أخي ألا تخشى على حسناتك؟ الرجل ميت. لماذا بغضهم أبو عرفة بالمسلمين وبعلماء المسلمين؟ سب وشتم. لماذا؟ لأنهم دعوا إلى إخلاص الدين لله، قالوا للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء والمرسلين، أن يعبد الله وحده لا شريك له. أما أن تزين للناس أو تبرر لهم أن يذبحوا لغير الله بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من ذبح لغير الله فقد أشرك، وإنما قال لعن الله من ذبح لغير الله. انتبهوا إلى تضليل هذا الرجل للمسلمين. قال لو ذبح إنسان ذبيحة لأهله لضيفه شرك؟ واحد جاء ضيف ذبح له ذبيحة شرك؟ لا، ليس بشرك. كيف تقول من ذبح لغير الله فقد أشرك؟ بالله عليكم، في واحد يأتي ضيف يعبده بالذبيحة ولا يطعمه إياها؟ يكرمه ولا يعبده؟ ها؟ يكرمه ولا يعبده؟ يكرمه، ما يعبده. الكلام عن من يذبح الذبيحة تقربا للمذبوح له، يعبده بها، لا أن يذبح له الذبيحة ليأكلها. إذا كان الذبح لغير الله هذا معناه كالذي يذبح للضيف، إذن معناه أن من ذبح ذبيحة للضيف ملعون. بالحديث الذي تستدل به يا أبو عرفة، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح؟ لعن الله من ذبح لغير الله. إذا الذبيحة للضيف هذا ذبح لغير الله، إذا اللي يذبح الضيف ملعون. إبراهيم عليه السلام جاء بعجل سمين فقربه إلى أضيافه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. انتبهوا يا من اغتررتم بأبو عرفة، تلبيس. الذبيحة إذا ذبحت قربة تسمى قربان عبادة للمذبوح له، هذا الشرك. ذبيحة تذبحها لضيفك لأهلك لبطنك ما ليست عبادة أصلا، حتى تستدل بهذا على أن الذبح لغير الله ليس بالشرك. تقول لعنة الله من ذبح لغير الله، قالها ما قال أشرك، قال لعن الله. لماذا تتجاوز؟
وهل نحن كلامنا الآن عن الذبح للضيف ولا الذبح للأكل ولا الذبح للتعبد للمذبوح له؟ هذا البحث إذا جعلت الذي يذبح للضيف ليس بشرك إذن ملعون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لا تذبح ذبيحة لأهلك تضعها في الثلاجة يأكلونها، الرسول قال لعن الله من ذبح لغير الله، لا تذبح ذبائح بعد اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. لا، ليس هذا المعنى، كلوا مما أباح الله عز وجل واذبحوا الذبائح، لكن لا تذبح لغير الله تعبدا له كما تذبح الذبائح لله عبادة له، فإن الله لا يأكل ولا يشرب، غني عن الطعام والشراب والسماوات والأرض والعرش والكرسي، غني عن العالمين، الله يطعم ولا يطعم، ما يأكل ويشرب كالعباد الذين لو أمسك عنهم طعام وشراب لهلكوا، الله غني عن الطعام والشراب، وإنما تذبح الذبيحة عبادة له. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. إذا أردت أن تذبح ذبيحة تتقرب بها للمذبوح له فاجعلها لله وحده، قل إن صلاتي ونسكي، أما تذبح للضيف تذبح تأكل عليك بالعافية، ليس هذا هو المراد. فلما يأتي ويستدل بالذبح للضيف والذبح للأكل على أنه ليس بالشرك، إذن يلزم من هذا أنه وقع باللعنة. يا أبو عرف ملعون اللي يذبح ذبيحة للضيف، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لا ما هو ملعون، لأن لعن الله من ذبح لغير الله يعني يذبح قربانا لغير الله يتعبده من دون الله، هذا ملعون. طيب ما قال فقد أشرك؟ صح ما قال فقد أشرك، لكن قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، وقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي، وقال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، وقال وإياي فاعبدون، والذبيحة على سبيل التقرب للمذبوح له عبادة، فيجب أن تكون لله، فمن صرف لغير الله قد أشرك بالله، هذا تخريجها. ولذلك النذر لغير الله، أرأيتم النذر ما فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه قال لعن الله من نذر لغير الله، يعني حتى لعن الله من نذر لغير، ما فيه. إيش الحديث الذي ثبت صحيح مسلم؟ لعن الله من ذبح لغير الله. طيب من نذر لغير الله حسب كلام أبو عرفة يلزم منه أنه لا مانع أن تنذر لغير الله، لماذا؟ لأنه كما يقول عن نفسه زاعما أنه متمسك بالقرآن والنبوة، فأتنا يا أبو عرفة بدليل من الكتاب أو النبوة، ما نريد تعليل منك، لا تطول 30 ساعة و40 ساعة، نريد باختصار آية من القرآن، عندنا 30 جزء في القرآن، أتنا بآية من القرآن فيها النهي من الله عز وجل عن النذر لغير الله، أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حسن لغيره، عندك المكتبة الشاملة وعندك الكمبيوتر ابحث، استخلد لنا حديثا واحدا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر لغير الله. إذا ما وجدت فهل يجوز النذر لغير الله؟ هل أنت تنذر يا أبو عرف لغير الله؟ الأصل ما دام ما في نهي إذن يجوز، حتى ما هو مكروه، مش حرام، ليس بحرام فحسب، بل وحتى وليس بمكروه، لأن ما في نهي. والله راسلني 4، بعضهم يقول انهم من طلاب ابو عرفه، بعد الكلمه الاخيره سجلتها، وسب وشتائم ويا سفيه ويا حروري ويا كذاب ويا، اقول الله يسامحك، خلاص تجاوز هذا كله، عرفنا كل الشتائم، بس الان اعطنا دليلا واستعن بابو عرفه، اعتنا بدليل فيه نهى عن النذر لغير الله، اختصر، سب شتم سب شتم 20 30 40 رسالة، طيب انتبهنا خلصنا، عطنا دليل واحد، نريد دليلا واحد، آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن النذر لغير الله، فيه لعن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر لغير الله، فيه لا تنذروا لغير الله،
في إني أنهاكم عن ذلك، في عن صحابي يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذل. عطنا واحد بس. انتظرت 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 ما في. إذن معنى هذا إيش؟ الأصل الإباحة، يعني يجوز النذر لغير الله حتى ليس بمكروه بعد. ولكن أهل السنة أهل التوحيد علماء التوحيد يقول لا، النذر لله وحده، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، النذر لله، حتى ولو لم يأتي دليل عن النهي عن النذر لغير الله فقد جاءت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة في وجوب صرف العبادة كلها لله، ويكون الدين كله لله، لا نذر ولا ذبح ولا ركوع ولا سجود ولا حج ولا عمرة ولا قراءة قرآن، الدين كله يجب أن يكون لله وحده. هذا هو التوحيد، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذا الذي أمر الله عز وجل به. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون بماذا؟ بالنذر والذبح والسجود والركوع والدعاء، كله يجب أن يكون لله وحده. هذه دعوة للشرك والتساهل مع المشركين، سب وشتم وتحقير وغيبة في من دعا إلى توحيد الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ويسلم منك الأحباش والرافضة والصوفية وغلاتهم والهندوس والسيخ والدروز والإسماعيلية والعلوية والنصيرية، كل هؤلاء يسلمون منه، وهو أقسم بالله قعدت لهؤلاء أن يقعد لهم ما وجد منذ بضعة مئات أضل ولا أخطر ولا 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 من ابن عبد الوهاب. لماذا؟ أين أنت؟ يريد أن يطهر الحرم المكي، الحرم من كتب الشيخ محمد الوهاب. اليوم نحن نظرنا في بعض الشروحات التي وقعت من أيدينا، بلغت 32 شرحا لكتاب التوحيد للشيخ محمد الوهاب، 32 تطبع بالآلاف المؤلفة يوميا، الناس تقرأ الشيخ محمد الوهاب ويترحمون عليه. جدد الدين، علم الناس التوحيد، جاي أنت حاط لي قبة الصخرة، قبة اليهودية الوثنية هذه، صور وتدعم من بشار الأسد، وتطهر الحرم من كتب الشيخ محمد الوهاب. اذهب يا أبو عرفة وابحث، هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النذر لغير الله؟ إن ما وجدت فعلى أصولك الفاسدة، معناه ماذا؟ أنه يجوز النذر لغير الله. إيش المانع؟ ما في نهي، دليل. لكن نحن عندنا لا يجوز، لأن النذر عبادة، والعبادة يجب أن تكون لله وحده. النذر كله عبادة، حتى لو نذر أن يعصي الله عز وجل فالنذر شيء والمعصية شيء. شوف ما يفهمون، النذر شيء والمعصية شيء. هناك من ينذر أن يطيع الله، ينذر أن يتصدق بصدقة، ينذر أن يصوم 3 أيام، ينذر أن يحج أن يعتمر، ينذر أن يذبح ذبيحة صدقة، هذا نذر وهذا فعل. ومن الناس من ينذر نذر معصي، يقول نذر علي أن أنحر ناقة فلان ما يملكها، أو يقول نذر عليه أن يقيم حفلا موسيقيا، أو يقول نذر علي أن يوزع خمرا. نقول لا، هذا النذر لزمك أن تكفر كفارة يمين، ويحرم عليك أن تعصي الله بالمعصية. وفي نذر ينذر على أمر مباح، كان يقول نذر علي أن أقطع هذه المسافة ماشيا، النذر عبادة، والمسافة تقطعها هذا شيء مباح، إن شئت اقطعها ماشيا كما نذرت، وإن لم تفعل وقد نذرت عليك كفارة يمين. فالنذر أن يلزم الإنسان نفسه لله عز وجل أن يفعل الشيء الفلاني، ثم الشيء الفلاني قد يكون طاعة وقد يكون معصية وقد يكون مباحا، لكن النذر من حيث هو نذر هذا قرب إلى الله عز وجل، يجب أن يتقرب به العبد الله. فإذا لازم نفسه ولم تؤمر بذلك، إذا لازمت نفسك يجب عليك أن تفي بنذرك. ما لم تنذر معصية فلا يجوز أن تعصي الله، أو تنذر نذرا مباحا إن شئت فأتي به، وإن شئت ألا تأتي به عليك كفارة يمين، لأن النذر فيه معنى الإلزام، والإلزام فيه معنى اليمين. لماذا إنسان يقسم فيلزم نفسه ويعقد اليمين؟ إذا عقد اليمين
فإن امتثل على ما أقسم عليه وإلا وجبت عليه كفارة. أما تعالى النذر لا هم فاهمين النذر ولا فاهمين كتب التوحيد ولا فاهمين، ويظن نفسه هذا أنه أعلم. والله تحديته أن يأتي بشخص واحد منذ 10 قرون أعلم منه أو مثله، ما وجد، ما فيه، كررنا عليه عطنا واحد مثلك ما فيه. إيش هذا العجب؟ إيش هذا الغرور؟ ويمهد لنفسه أنه المهدي المهدي، ولما سألت عنه أنه ليس من آل البيت أصلا، ليس من آل البيت، ليس له نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون المهدي يوم الأيام. وتجد بعض المساكين والمغرر بعضهم يقول أقسم بالله أنه المهدي. أي مهدي؟ المهدي من أولاد فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي ويقول إيش؟ يواطئ اسمه اسمي، يواطئ اسمه أبي اسم أبي. ليس معناه أن اسمه محمد عبد الله كما علق على البعض، قال لا اسمه صلاح الدين بن إبراهيم، وطلع له من أهل البيت واسمه صلاح، وليس يخرج آخر الزمان اسمه محمد بن عبد الله. ويأتي بعض والله المساكين، والله مساكين، أقسم بالله ضحايا، أقول أقسم بالله أنه المهدي، أقسم، إيش تقسم عليه؟ اتبع المرسلين، هو مش متبع المرسلين، المرسلون ما يقولون أذبح لغير الله، ما يقولون أن الدعاء غير الله ليس بشرك، هذا كلام الله، كلام الله في كتابه، لا تدعو مع الله إلها آخر. أتحدى هذا أبو عرفة يقول أن الذي يجلس في كندا ويتوجه إلى العراق واحد ميت اسمه عبد القادر الجيلاني ويدعو من دون الله أن هذا شرك، ما يقول لا لا لا، ما يقول، تحديته صالب كم شهر الآن أتحداه، ما يقول هذا شرك. يا سلام، هذه دعوة الموحدين؟ وإذا قلت أنت تشتم الموحدين قال أي موحدين شتمتم؟ أنا ما شتمت نوحا ولا إبراهيم ولا محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم التوحيد، مش الحراني والنجدي، وليش ماذا أنت جعلت هؤلاء ليسوا من أتباع الأنبياء المرسلين؟ هم يدعوا إلى توحيد إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له. لكن هل الذي يدعو الجيلاني من دون الله هذا من أتباع الموحدين؟ أو الذي يقول عن الذي يدعو من دون الله أنهم ليسوا بمشركين، ما فعل شركا؟ اللي يقول يا جيلاني يا مصرف الأكوان يدخلني الجنة ونجني من النيراني، هذا ما هو مشرك، بل أن حتى فعله ليس بشرك، ما هو مستطيع لحد أن يقول أن هذا فعله شرك. إذن أين قول الله عز وجل يا من تتمسك بالملة لا تدعو مع الله إلها آخر، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس وكانوا أعداء وكانوا بعبادة كافرين. ربنا جل وعلا يقول وقاربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبر عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وهؤلاء يدعون غير الله. ربنا جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال فليستجيبوا يدعو الجيلاني ويستجيبون له، يقول هؤلاء تقربون إلى الله. ربنا يقول فإني قريب، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، أليس هذا كلام الله حق؟ ها يا أبو عرفة، أما هذا القرآن ليس هذا كلام الله في سورة البقرة؟ ربنا يقول فإني قريب، يحتاج يقرب بعد حد إليه؟ قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لم يقل إذا دعا الجيلاني، ما هو مستطيع يقول هذا الشرك، حتى لا يخسر الجمهور اللي خلفه خلف الشاشات، نسأل الله العافية. وتقول على الملة، هي ليست ملة النبي عليه الصلاة والسلام، ملة النبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله، محمد صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، توب إلى الله، توب إلى الله، لا تعلم أفرادك وأتباعك السب والشتم للأحياء والأموات. عجيب أمرك، سب وشتم، سب وسب، هذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه أخلاق الملة؟ لا والله، لا والله. قالوا إن نراك لفي سفاهة، قال ليس بي سفاهة، ما قال أنتم سفاهة، ما رد عليهم، قال ليس بي سفاهة ولكن رسول رب العالمين. شو هالأخلاق؟ هالأخلاق المرسلين، سبونا يقول فيك سفاهة، يقول ليس بي سفاهة ولكن رسول رب العالمين، أبلغكم ما رسلت به. هالأنبياء مو طايح للشتم والسب، والتربية للسب والشتم، للسب والشتم، وتقول لي على الملة؟ هذه ليست الملة، الملة لا إله الله محمد رسول الله، أعبد الله وحده لا شريك له،
قلت لأحدهم يقول أنه من طلاب، يكون يسمي نفسه من 7 سنين من طلابك، قلت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار، رواه البخاري في الصحيح، يقول سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك. قلت إيش الفرق بين خلقتني وأنا عبدك؟ لا إله إلا أنت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، إيش الفرق من اللهم خلقتني ولا إله إلا أنت؟ ما الفرق بين هذه وهذه؟ يقول لا فرق بين الرب والإله، نعرف الرب هو الإله والإله هو الرب، لكن المعنى يفترق هذا عن هذا. وإذاك لا تجد في القرآن أن الله عز وجل قال عن نفسه إله السماوات والأرض، ماذا قال؟ رب السماوات والأرض. نحن نعلم بأن الرسول هو النبي والنبي هو الرسول، لماذا الله عز وجل يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي؟ ليش قال رسول ونبي؟ لأن في فرق بالمعنى بين الرسول والنبي، ولماذا الله عز وجل يأتي إيش بهذين الوصفين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي؟ ليش؟ لأن في فرق بين الرسول والنبي، كذلك في فرق بين معنى الإله ومعنى الرب. فالذي يقر بأن الله هو الرب ما يكفي، الله هو الرب، حتى المشركون قالوا ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، حتى إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. لكن لابد مع الإقرار بالرب الخالق المالك المدبر أن يعبد وحده ولا شريك له. تقول أنت ما في فرق، الربوبية الألوهية تثليث، تثليث جعلت توحيد الله عز وجل مثل تثليث النصارى، إيش فاهم أنت تقولي توحيد وأنت متخصص بالإعلام والدعاية؟ توب إلى الله، صلى الله أن يتوب علينا وعليك، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.